المنافس اللي تنافست معاه المغربي نتعرفوا انا وياه وما فين نضربوا بزاف انا وياه، لهذا يكون فيه صعوبات، لكن هذه المنافسات تربح تكتيكيا وليس بدنيا ايضا، لازم تكون موجد جيد بدنيا وتكتيكيا ايضا، واللي يكون قوي في ذهنه هو اللي يفوز. الحمد لله قدرت اليوم نفوز عليه. كانت جولة صعبة ليا كما شفتوا في النهائي، حصلت على الميدالية الذهبية في الوقت البدن ضائع، وكنت ظهر عليا التعب هذاك باسكو كانت عندي إصابة في يدي اللي رجعت منها عندي واحد 5 أيام، بلي عاود طلعت للطاطامي باش نشارك. ما ننساش لو ستاف ميديكال اللي وقف معايا في هذه الاصابه وداروا فيها ثقه، وهو اللي تحمل مسؤوليه مشاركتي في هذه البطوله. الحمد لله الفيدراليه دارت فيها الثقه باش نشاركها، قال لك بالامكانيات اللي عندك تقدر تحصل على الميداليه بيد وحده. الحمد لله ما خيبناش ظنهم، الحمد لله يا ربي فرحت عائلتي والجمهور هذا اللي ساندنا كاع.